الملصقات الصهيونية بلشت قبل الملصقات الفلسطينية، وبشكل أساسي انتشرت في أوروبا عشان يقنعوا اليهود في أوروبا إنهم يجوا يستوطنوا هون، بنخليها جنة وهي الله وعدنا فيها قبل مش عارف شو. بعدين لما اجوا وقعدوا وتمأسسوا وتحتكوا في السكان الفلسطينيين وشافوا قديش في إرث بيرجع لأيام الكنعانيين، فهذا كان بالنسبة لهم خطر إنه عماله بيثبت علاقة الفلسطيني بالمكان، وإنه هم ما حيقدروا ينتجوا إشي موازي، فما كانش عندهم مشكلة مثل ما سرقوا الأرض وغيروا التاريخ يسرقوا كمان الإرث البصري اللي موجود. بداية ظهور البوستر بفلسطين ترافقت مع بدايات الثورة الفلسطينية المعاصرة. في شغلة لطيفة كانت إنه شكل من أشكال التضامن الأممي مع فلسطين كان يتم من خلال إنه فنانين مش فلسطينيين يصمموا ملصقات لفلسطين. الفلسطينيين موجودين كانوا على ثلاث ساحات أساسية: داخل مخيمات اللجوء والشتات. والظروف إنتاج البوستر ونشره في كل واحدة فيهم مختلفة. في الداخل كان سواء إنتاج البوستر أو طباعته أو تعليقه في الشارع كان في وعي إنه هاي الأداة قوية، لأنه اللي كان يمسك كان يتحاكم. في كتير قصص عن شهداء استشهدوا هم بيعلقوا بوسترات، هم بيكتبوا على الحيطان. ما كان أي حدا أصلاً بيقدر يكون عنده مطبعة، كان بيروحوا بشكل دوري على المطابع وبيفقدوا الزبالة اللي فيها وبيفحصوا إذا في أي نوع منشورات سياسية. الملصق بالرغم من كل ما أعطته مواقع التواصل الاجتماعي من إمكانيات إلا أنه ابن الشارع وبيضلوا حياته في الشارع.